والآن في مجتمعنا هذا الجزائري شوفوا الآثار السيئة اللي رانا نذوقوها في الآثار السيئة لما اختلط الرجال بالنساء في كل مناحي الحياة. راحت الأنوثة عند النساء وراحت الغيرة عند الرجال، وهدكنا فضيلة الحياة. في آخر المطاف وصلنا إلى هتك الأعراض بارتكاب الحرام. حاولوا في كثير من المرات ووصلوا إلى صحة تعبيري، لأن الأئمة أنا قاعدين المشايخ ويردون لنا كلام واش ونزل لنا كلام قابل. حاولوا ونجحوا، لأن قديما كانوا عندنا النساء هي شؤونهم والرجال هي شؤونهم. قالوا لنا لا نحيوا هذا الحاجز ودخلوا النساء مع الرجال، ونجحوا إلى حد بعيد. وقالوا باش نعالجوا العقد النفسية الموجودة بين الرجال والنساء ندخلوا في بعضها ونخلطوهم، ولما خلطناهم هين بين يديك ما كانش واحد يجي يقول لك ولا خاش انتك عايش، هين الآن بين يديك النتيجة والآثار السيئة الناجمة عن الاختلاط. مروا أولادكم للصلاة على سبعين واضربوهم على عشرين. الخاوة هذه أختي، هذه أختي، قال هذه أختي، أختي من الأب والأم شقيقتي محامي نتاعي. قال فرقوا بينهما في المضاجع. علاش؟ هذا عنده خصائص وهذه عندها خصائص، ما نقدرش نخلطوا بيناتهم بحال. وإذا خلطنا أنا نعرف الصورة اللي مخلطة وتخلطت علينا. وفرقوا بينهما في المضاجع ولا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن الكريم حفاظا على الأعراض. وهذه البنات زوج لو كان باباهم كان قادر ما يخرجوش، وأبونا شيخ كبير. الآن لو كان بابنا كان صغير أبونا شاب ولا كهل البنات يخرجوا ما يخرجوش. وقد يتعجب البعض من الناس الذين انسلخت منهم الأخلاق، يتعجبون لما نتحدث عن الغيرة وعن الرجولة وعن شهامة الرجل وأنه قوام وأنه يتعجبون من ذلك، تعجبون من غيرة سعد. وأنا أغير من سعد والله أغير مني. ولذا حرم الفواحش. والرجل الرجل غير على أهله، ومدام تزوجها فهي له. ولهذا ربي مسمح لهاش أنها تبدي شيء من زينتها لغير بعضها أو لأبائهن أو أباء بحولتهن أو، لكن من الأجانب مش من المحارم. فلا يصلح أن تبدي شيئا من مفاتنها. قل لمن أنت هذا رجلك صح؟ لمن هذا؟ لما فعلت هذا؟ هذه المسلسلات السافلة التي تعرض علينا الآن، مسلسلة جزائرية بين تركيا والمصرية التي تعرض علينا في هذا الشهر الفضيل، ماذا يريدون من ورائها؟ نشر الفضيلة، حث الناس على مكان الأخلاق، تربية إسلامية، ماذا يريدون؟ صد عن سبيل الله ونشر للفسوق والخنا
فهذه تبدي زينتها وهذه تكشف عن مفاتنها وإلى آخره، واختارت رجالا ونساء. بالمناسبة هؤلاء لا ينفرون إلا أنفسهم، عيب عيب من الحياة. هذا يمثلني أبدا ما أنا. حدثني عن عائشة أو خديجة أو حفصة أو جويرية أو أم حبيبة أم سلمة، حدثني عن الحرائر، النموذج الحي في النساء الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله. فشوف لو كان الأب 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 هنا كان قوي البنية وقادر على إشقاه كما يقولوا في الجزائرية، قادر على إشقاه، يخلي بناته يخرجوا يسقوا الماء فيها يتركهمش. ولذا قالوا هو السبب اللي خرجنا وخرجنا باش تسقيوا الماء فيها، وأبونا شيخ كبير.